أم محمد في سؤالها الثاني اذكر عليها موضوع الكسب من غير تعب. قالت في سؤالها أن هناك يعني بعض الوظائف عن طريق وسائل التواصل، يعني إما سمسرة أو يعني وساطة، يكون وسيطا لمثلا أو يحضر، يعني يحضر أو يكون وسيطا لبضائع من الصين تأتي فقط، هو يضعها في مواقع بنفسه وهو في بيتي، لا يتعب ولا يذهب ولا حتى يراها. فعدم وجود التعب والمشقة هنا، هل هذا يعد من الكسب الحلال؟ أولا أخي ياسر، السمسرة والأجرة تكون مقابل الجهد وليس التعب أخي ياسر. والجهد قد يكون جهد إيش؟ ذهني، قد يكون جهد فكري، وقد يكون جهد إيش؟ بدني. يعني أحيانا بعض الأعمال والوظائف لا تحتاج إلى جهد إيش؟ بدني. فقط مجرد خبرة ودراية ومعرفة بهذا إيش؟ هذا العمل، وهذا كاف في إيش؟ في أخذ الأجرة على مثل هذه الأعمال. فما دام أن هذا النشاط أخي ياسر نشاطا حلالا ومباحا، لا بأس أن يأخذ جراء ذلك إيش؟ أجرة السمسرة أو أجرة إيش؟ الوسيط. كونه لا يبذل جهدا، هذا هو يبذل جهدا لكن ليس جهدا إيش؟ بدنيا. لا شك يعني فتح مثل هذه المواقع والتواصل مع الأطراف المتعلقة ذات الصفة في مثل هذا والتسويق لهذه جهد. صحيح. لكن أحيانا يكون جهد فكري، أحيانا مجرد درايته مثلا بمن يعرض عليه مثل هذه السلع، هذه خبرة ومهارة يستحق عليه إيش؟ حتى مضاربة أجل كذلك. كثير من الأعمال أخي ياسر لا تحتاج الجهد إيش؟ بدني. بل الأعجب من ذلك أن الأعمال التي يكون فيها الجهد فكري الأجرة عليه إيش؟ أكثر، أعلى، وهذا معلوم. لأن كثير من الأعمال التي تحتاج إلى جهد بدني تكون يعني غالب الناس يتقنها، تحتاج إلى فقط قوة وشدة وصبر، خلاف الوجود إيش؟ الفكري. ولذلك مجرد وجود سعي على عمل ما، فإن سواء كان سعيا ذهنيا أو فكريا أو بدنيا يستحق مقابله الإنسان إيش؟ الأجرة، هو أجرة السمسرة، ما دام أن ذلك النشاط إيش؟ مباحا وحلالا. فكون الأخت تقول والله أن هذا الشخص يفتتح موقع مثلا ولا يبذل جهد، لا، هو يبذل جهد الحقيقة، مجرد أن يعرف من يأخذ من هذه السلع ويتواصل مع الفئة المستهدفة التي تستهدف هذه السلع، هذا بحد ذاته إيش؟ هذا جهد فكري، فيستحق عليه الأجرة، والله تعالى أعلم.